أزيد من 200 شاب وشابة منهم طلبة ومهنيين استفدوا من يوم تدريبي في التنمية الذاتية أو لكوتشينغ داي كيف ما سماتوا الجمعية المغربية خطوة نجاح. هذه هي الدورة الثانية ديال كوتشينغ داي اللي كتنظمو خطوة نجاح، الجمعية الشابة اللي من بين مجالات اشتغالها تنظيم ندوات ومحاضرات في مجالي التنمية الذاتية والاجتماعية. جمعية خطوة نجاح تأسست في 2012. الأوبجيكتيف ديال جمعية خطوة نجاح هو مجال التنمية البشرية، كنخدمو على مجال التنمية البشرية والتنمية الذاتية وكربطوها مع التنمية الاجتماعية، يعني أننا ننميش القدرات ديال الأشخاص فبذلك أنك تنمي واحد الناس اللي كيساهموا في التنمية ديال المجتمع ديالهم. كوتشينغ داي اللي تنظم اليوم الأحد ابتداء من 9:30 صباحا بالمركب الثقافي توريا سقاط بالدار البيضاء، فرصة للمهتمين بالتنمية الذاتية لإغناء رصيدهم المعرفي في هذا المجال والالتقاء بمدربين ذوو كفاءة عالية. دونك الكوتشينغ داي ولا اليوم التدريبي هو اليوم كيجي في ليديسيون الثانيه ديالو، واللي كيف ما دائما عودات الجمعيه للمشاركين اننا كنقدموا فيه يوم مخصص كامل يوم تدريبي مخصص للمحاضرات في التنميه البشريه. طبيعه الحال كتكون لغه عربيه وفرنسيه لانه كاين اللي كيحب التنميه البشريه باللغه العربيه وكاين اللي كيفضلها باللغه الفرنسيه، وهكا لارضاء جميع الاذواق فحنا كنديروا باللغه الفرنسيه والعربيه، والهدف كيبقى هدف واحد هو انه الناس يحققوا يستافدوا ويستافدوا من تجربه الاخر ويعرفوا كيفاش يطوروا ذاتهم وكيفاش يطوروا جوانب الشخصيه ديالهم. الدورة الأولى كانت اليوم التدريبي الأول تحت شعار يوم لكي تصبح أفضل، كانت طبعا باش الناس يعرفوا شنو هو الديفلوبمون بيرسونيل أو التنمية البشرية ويطوروا الذات ديالهم. الدورة الثانية كتجي تحت عنوان النجاح هو قرارك، يعني أنه الآن صافي الناس عرفوا أنه واحد الحاجة سميتها التنمية البشرية وأنه تقدر تفيدهم في حياتهم، ودابا الناس كلهم كيقرروا النجاح لأنه هو الهدف ديالنا كاملين، ودابا كنوريهم كيفاش يحققوا لأنه قرار اللي خصو يتحقق. برنامج هذا اليوم عرف إلقاء 3 محاضرات من طرف دي كوتش بحال أمينة دحمان اللي تمحورات المحاضرة ديالها حول موضوع اكتشف قوتك الذاتية، وفيليب بوجون اللي تطلق الموضوع لا جيستيون دي زوبجيكتيف ا تري لون تيرم، فيما كان عنوان محاضرة الكوتش عبد المجيد إبروي كن متميزا قائدا وانطلق. كنت مسرور جدا بالتواجد مع شباب مع جمعية خطوة في هذه المبادرة هذه. حقيقة مثل هذه المبادرات كيعطوا دفعة كبيرة للشباب، الناس محتاجين بشكل كبير جدا لأنهم يعرفوا كيفاش ينجحوا كيفاش يتجاوزوا المشاكل اللي عندهم في حياتهم، أعراق اللي كاينة في المجال المهني في المجال الأسري الشخصي إلى آخره. وبالتالي هذه المبادرات ممكن إلا أنها تشجع الشباب، أنها توجههم، أنها تعطيهم دفعة في طريق النجاح بطبيعة الحال اللي كيقلب عليه أي إنسان شاب. علاش كن متميزا وكن قائدا؟ لان بكل بساطه احنا ما احوجنا في المغرب الناس يكونوا متميزين في المجالات ديالهم، يكونوا اقوياء، يكونوا اكفاء ومتميزين بكل بساطه في المجالات ديال التخصص ديالهم، وما احتجنا ان كذلك يكون عندنا قاده حقيقيين اللي يكونوا كيأثروا في الناس اللي معاهم بشكل ايجابي وبدون اكراه بدون سلطه بدون ترهيب ولا اخره. بغينا قادة سواء في الأسرة ديالنا، خاصينا قادة في الأسرة ديالنا اللي يربيوا لنا وليداتنا، يعني يخرجوا لنا أسرة حقيقية قائدة حتى هي. بغينا قادة في الجمعيات، بغينا قادة في الشركات حقيقيين مع الأسف كنفتقدهم بشكل كبير جدا، بغينا قادة في كل المؤسسات ديال المجتمع المدني ديال في البلاد كلها.